ملاحظة هامة، هذا المسلسل هو كوميديا اجتماعية سياسية اقتصادية ساخرة، سنحاول أن نضحككم ونرسم البسمة على وجوهكم، ولكن يرجى الانتباه، مهما كانت براعتنا في الكوميديا فلا يمكننا منافسة المسؤولين وصناع القرار في بلدنا العزيز مصر. وعدوا بالعافية. أنا كل ما صلح فيها بوز ضربة للبوز، إزاي الزرعة تكون كوسة وتطلع موز؟ حتى ما ينفعش. العب في الكوز مش في المية ولا في البس. البس نطلع من نقرة لضحيرة والحلف نازل على طول، والناس بتصدق عمياني من كتب سيادة المسؤول. وإزاي بكرة هيكون أحلى والحاضر ماشي بمحلول. مشفعنا أونطا، مشفعنا أونطا، أقسم بالله كل حاجة تحت السيطرة. ما تشوفينا نقمة ناكلها. حلقيها منين انا ولا منين؟ احترت يا ناس مصر يا جماعه، ورهنت البيت والثلاجه والبنكرياس. البلد عليها هو كده، وحكومه البيت مش دريانه بتطلب وخلاص. هات 500 جنيه نطلع من نقره لضحيره والحلف نازل على طول، والناس بتصدق عيالي من كدب سياده المسؤول. وازاي بكره هيكون احلى والحاضر ماشي بمحلول. مشبعنا أونطا، مشبعنا أونطا. لا واضح ان في ناس لسه ما شبعتش، بس انا شخصيا شبعت. يا جماعه تحسين اهوت ومكتوب عنه في كتاب تاريخ ثورات مصر. وريني يا ابني ده عفريت. فين تحسين ده؟ سيبت ركب يا واد. ايه يا ابني؟ يا ابني ده باتمان يا ابني، ماله ده ومال ابوك؟ وكسه، الواد مش عارف ابوه من باتمان. خبتك يا سهام في جوزك وابنك. يا جماعه ركزوا شويه، هو تحسين بس لابس زي باتمان. انا هتوح انا ابويا. استنى استنى وريني. الله، ده تحسين لابس لبس باتمان. ابوك طول عمره كان مرووش بافلام باتمان وكان بيتفرج عليها. يا نهار ابيض. والله كويس انها جت على باتمان وما قلبش على الشحات. مبروك. وايه علاقه اللي اسمه فاتمان ده بتحسين؟ في ايه يا راجل؟ انت دماغك لسعت؟ ما انت تحسين يا راجل. حد يفقد الست دي الذاكره تاني بدل ما اقتلها؟ فهموني في ايه؟ اهدى سهام، اهدى سهام، الموضوع الكبير هبقى فهمهولك بعدين. سهام لو قتلك هنلاقي مين يطبخ لنا. مكتوب هنا ان رجل الخفاش ظهر في ثورة 19 وكان بيحارب الانجليز ودمر كتير من مخازنهم، وكان بيخطف جنود وعمل عمليات فدائيه ضدهم كتير، وعمل حركه التراس تحسيناوي، وكان هتافهم يسقط يسقط حكم العسكر. يا صلاه النبي يا اشرف، ابوك حط التاتش بتاعه. يا ريت حاجات على قد كده. ايه ده؟ ده بيتبع منهج الانهاك والارباك. ارباك و لا 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 لا، حيثما حيثما حيث تحسين كده شمخ التاريخ وشربخه. تحسين مين؟ دي خطتي بس ما كانتش بالشكل ده. يا كبد امكم هلاوس جماعيه، ليكم حق مع عربيه الكبده اللي بتقعدوا تلغوا منها طول النهار. تعمل اكتر من كده؟ ما هي كبده كلاب. حد يقتل الست دي بدل ما اقتلها. قول لي يا ابني، كاتبين مين الشخص ده؟ لا بس بيقول ان هو احد البشوات الكبار في الوقت دوت، وكان بيقاوم الانجليز لدرجه ان سعد باشا زغلول كتب عنه في مقالاته واشاد بيه. كتب عن مين واشاد بمين؟ اكيد تحسين ابويا. يا حبيبي تحسين رفع راسنا. عندك يا ولد يا مجدي، سيب الطلعه دي عليا. احي جدي، ما يصحش كده قدام احفادك. يا جدو فوق، يا جدو يا جدو لازم تفوق يا جدو، ونرجعك زمانك وتتجوز وتخلفنا يا جدو، هنضيع من غيرك. فوق يا تحسين، فوق يا تحسين. يا نهار اسود، ابوك حصل له ايه يا اشرف؟ ابوك حصل له ايه؟ واصل. اديني شرابك بسرعه عشان افوقه. تمام، عايز الشمال ولا اليمين؟ بقول لك كده شمال ولا يمين، انا شرابي معايا واصلا خمران عن شرابك. يا خلي واحد اللي في قلبك يا راجل هتسمم الراجل. اضربه بالقلم. يا
يا ابني اسمم مين؟ ده انا هفوقه لك دلوقتي بالطاقة الإيجابية. بتعمل ايه يا وقت؟ يا ربي عايز امشي من العصر اللي مليان اوغاد ده. الواحد الفرحة مش سايعاه يا جماعة. ده ليه؟ المظاهرات ماشية تمام التمام، والسبب يرجع لأن مخازن الأسلحة بتاعت الإنجليز معظمها اتدمرت. على فكرة الفضل كله يرجع لنظيم باشا، هو صاحب الفكرة الجهنمية دي بتاعت الرجل الخفاش. بس يا خسارة محدش يعرف مين هو. أنا نفسي الناس كلها تعرف مين هو الرجل الخفاش وينزل وياخد حقه ويتشال على الأعناق والناس تهتف باسمه في الشوارع. لا 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 لا، ده خطر جدا يا فندي. أنت تعرف الإنجليز لو عرفوا إن نظيم باشا هو الرجل الخفاش ممكن بسهولة جدا إن هم يقبضوا عليه، أو ممكن يعدموه حتى بالخازوق زي ما عملوا مع سليمان الحلبي الفرنسيين، أو ممكن ينفوه مثلا لإيطاليا ولا مالطا. يا راجل يا راجل تف من بقك، الملف السعدي يا أخي. ما يقصدش يا فهيم يا فندي، الرجل الخفاش سر قوته في عدم معرفة شخصيته، لأنه لو اتعرف الإنجليز هيتتبعوا ومش بعيد يقبضوا عليه، هيبقى زيه زينا كده بالظبط، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ والله معاك حق يا عتي يا فندي، فعلا رجل الخفاش سر قوته في ان محدش يعرفه. اما عليك حركات يا نظيم باشا. والله يا اخي انه صعبان عليا، كان نفسي ياخد حقه كده والناس تعرف مين هو الرجل الخفاش، يا اما كده الثوره ممكن تتسرق ويركبها الخونه. يا باشا كل دي شكليات ما تهمش واحد وطني زي نظيم باشا. امال نظيم باشا كل اللي يهمه مصلحة البلد وإن الاحتلال يسيب البلد. ربنا يجازيه خير ويكتر من أمثاله. والله يا أخي أنا بتمنى له من كل قلبي إن ربنا يكرمه ويجي اليوم اللي الناس كلها تعرف مين هو البطل الحقيقي صاحب الإنجاز، حتى ولو في المستقبل إن شاء الله. على صعيد آخر، في ظل أجواء ديمقراطية التي تسيطر على بلادنا الغالية مصر، أحد المستقلين واسمه تحسين السمنهوري أعلن ترشحه للمنافسة على مقعد الرئاسة. شو قلت لك يا ناصح؟ إيه رأيك بقى في خطة عمك سلكاوي؟ الوقت بقى فلوس لجنة الانتخابات تروح لتحسين، ومحنا بقى إيه؟ إيه؟ مبرشطين عليها، واخدين احنا الفلوس وتزهزه معانا والدنيا تبقى زبادي خلاص. حلاوتك يا سلوك، هو كده العمليه بينه وبينك اليومين دول ناشفه معانا قوي. فايت الاختراعات ابوك اللي هو عباطي اقسم بالله من الشايفه علينا تنشيفه، ربنا ما يوريك. هو اللي لسه جاي على التلفزيون ده الاستاذ تحسين ابو اشرف ولا انا بيتهيألي؟ لا ياد، هو بعينه. طب مش عيب راجل مدير عام زي ده يتبهدل البهدله دي ويتهركوا مكسات على الفيسبوك بعد ما كان مدير ليه قيمه وسيمه؟ وانت مالك يا رخم؟ وبعدين هو كان مدير في ايه؟ كان مدير قسم الفأس في شركه البيض، يعني راجل بتاع بيض. دلوقتي شوف بسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليه، بقى مرشح رئاسه محترم قد الدنيا مال هدوم. وبعدين انت شحشرك يا بلط. ايوه صحيح، حشر مناخيرك ليه في الموضوع؟ طب اقول لكم حاجه بقى، انا عارف ان هي ما خرجتش براك يا جوز العصافير. ماشي خليك في حالك. طب وبالنسبة للمشاريب، انت عارف ان القعدة هنا بالمشاريب وانتوا بقى لكم ساعة على حس ولا خبط. هات لنا 2 افوكادو بالايس كريم وحط ياد عسل نحل على الوش. طب على السكة وعلى الدغري، وقبل ما اجيب الطلبات الواحد ب25 جنيه، عشان ساعة الحساب محدش يعمل لي من بنا. بقولك يا سلوك، هو ايه الافوكادو ده؟ افوكادو يا لاد، ده عصير كده هات، بس بيظبط المسائل والباور عشان داخلين على مرحلة حرجة. عصير ب25 جنيه؟ يا نهار السويد، اقسم بالله كنت بقعد انا وثلاثة أربعة زمايلي على القهوة، مشاريب بقى خد عندك، شاي قهوة سحلب شيشة طول اليوم، وفي الآخر بنحاسب كام؟ 25 جنيه. الله يخرب بيت اللي كان السبب. يا راجل طف من بقك، انت بتقول ايه؟ أنا بقى يا جدي بكل تفحيصاتي وتمحيصاتي العلم. ما تبصلي يا جدي، بلاش تبص للكبينيه. يا ابني أنا لا طايق أبصلك ولا أبصله، خلص. خلاص يا جدي، بص زي ما أنت عايز. أنا قصدي يعني إني بكل تمحيصاتي وتفحيصاتي العلمية قررت أحط كل اختراعاتي تحت أمر سعادتك يا جدي عشان نظبط حكاية الانتخابات دي مع بعض. بس سعادتك توعدني بقى أما توصل كده يعني تلقفني أي وزارة
يعني ولو كيفما يعني وزارة البحث العلمي. يا ابني هو انا هقعد هنا لحد ما انجح؟ انت مش قلت ان البطارية بتاعة الجهاز بتاعك ده هتكون اتشحنت على بكرة؟ عشمي في كده يا جدي عادة، عشمي في كده بس. فكرتني يا جدي، عايزين نسجل رسالة لتحسين. ايه رأيك يا جدي بصوتك العصافيري ده تسجل له انت الرسالة؟ يلا اتفضل تعالى. من ده؟ خش في الكابينة. ايه؟ خش. انا شادد السفون. لا يعني سفون على الاشياء العلمية، مش يعني خش في الكابينة. اتفضل اتفضل، خد راحتك عشان توصل لتحسين على طول يعني. انت يا وجد يا ارعم بطل لعب في الماضي. صورك بقت معبيه كتب التاريخ بالخفاش بتاعك. لا سنك ولا لياقتك يسمحوا باللي انت بتعمله ده. الكابينيه ده مش هيعالجك، الكابينيه ده بينقل بس يا وجد يا غبي. خلي بالك اوعى تستخدم البانيو والبرنس بتوعي، لان لو استخدمتهم هيبقى في خطورة على حياتك. يلا انا مضطر اشد السيفون، مضطر اقفل عشان ما عندي مع المهم. خد. ليه يا جدي؟ ليه خطر عليه؟ ليه يعني؟ يا ابني بقول له كده وكده عشان ما يستخدمهمش. لا لا يا جدي، لا 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 انا لا اقبل الزيف. لا 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 يا جدي، انا عندي الامانه العلميه يا جدي، الامانه العلميه. خليتها لك الامانه العلميه يا جدي. لا لا مزاحه ولا هزار، المعمل محراب للعلم، ولا مزاحه ولا هزار. يا ابني اعتقني لوجه الله ورجعني مسرح ما جيت، وانا اوعدك اني مش ههزر معاك. حاضر يا جدي، اعتبر وعد يعني. ايوه وعد. طب تعالى حضرتك. سعادتك انا اسف، انا اسف يعني. اتفضل حضرتك اتفضل. عايز سعادتك تركز معايا قوي. كلي اذان صاغيه. بصي بقى، ده جهاز قراءة الأفكار. هنعمل بيه ايه؟ هنقرأ الأفكار بعد ما نصفيها. يا سلام يا سلام، من غير ما أقولك كده؟ طب عرفت ازاي؟ يا ابني جهاز قراءة أفكار هنعمل بيه ايه؟ هنقطع بيه بسطرمة؟ صحيح صحيح يا جدي صحيح. أما الجهاز بقى ده، أنا تفحصت وتمحصت فيه سنتين كاملين يا جدي، سنتين اخترعته من سنتين. الجهاز ده بقى بتعرف بيه العدو من الحبيب، يعني لو انت اللي بتقابله عدو تلاقي اللمبة الحمراء دي نورت على طول. واللمبة الخضراء هتنور لما يشوف الحبيب؟ لا لا بقى. إيه لا لا مستحيل. ايه يا ابني في ايه؟ انا طول عمري بقول انا وارث الجينات العبقرية. منين؟ اتاري انا وارثها منك انت يا جد. اخرس. ازاي؟ انت عرفت ازاي؟ يا ابني جهاز فيه لمبتين، واحدة حمراء وواحدة خضراء. الحمراء بتنور لما يشوف العدو، يبقى الخضراء هتنور لما يشوف الزفت الحبيب. صحيح صحيح. يعني انت عبقري يا جدي. طب ايه رأيك في الاختراع؟ ملوش اي لازمة. ليه يا جدي ليه؟ يا ابني مصفة قراية الافكار موجودة، يعني هتقرا الافكار، يعني هنعرف بالتالي مين العدو ومين الحبيب. صح. ازاي فاتتني دي؟ عشان غبي. ازاي ما تمحصتش وتفحصت عشان اوصل لكده؟ بس لعلمك بقى يا جدي، لعلمك الجهاز بتاع العدو والحبيب ده برضه مهم جدا لينا. مهم ازاي ان شاء الله؟ هقول لك انا ازاي يا جدي. جهاز العدو والحبيب ده تقدر تعرف بيه العدو من الحبيب من غير ما تقرا افكاره خالص، عن طريق قياس الطاقه اللي خارجه منه ليك على طول. طيب عندك ايه تاني ممكن يفيدنا؟ عندي شيء فظيع هتتفاجئ بيه يا جدي. خير. نفس الجهاز. نفس الجهاز؟ بس اتنين في واحد يعني اختراعين في اختراع واحد، زي النسكافيه كده يا جدي. المرايه دي بقى اللي هي الاختراع التاني، دي بتدربك كيف تواجه الرأي العام. ارحمني يا رب. بقى البتاعة دي هتدربني ازاي اواجه الرأي العام؟ طبعا يا جدي طبعا، عن طريق سنسور. السنسور ده بيلتقط رياكشنات وشك. والسماعات دي بقى، السماعات دي يا جدي ها،
دي بتحاكي أصوات الجماهير اللي انت بتلقي الخطاب عليها. يعني سعادتك لما تقول كلام يستاهل تثقيف هتسمع صوت التثقيف مدوي، لو قلت كلام بقى مش مؤثر هتلاقي ناس بايخة بقى كل واحد وطى على جنبه وتسمع همهمات همهمات همهمات. إنما لو قلت كويس كلام كويس ويستحق التشجيع والهتافات هتسمع الهتافات والتشجيع. انت واثق من الاختراع ده؟ طبعا يا سيدي. واثق ازاي؟ ده الجهاز ده انا اساسا مخترعه لنفسي. انا كنت عامل حسابي يوم هقف على المنصه وانا بستلم جايزه نوبل. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا جمعتكم هنا النهاردة بعيد عن الوكر عشان أنتوا ناس كبار وعقلين وهتفهموني. الدنيا بقى وقت مننا وشكلنا كده ممكن الإنجليزي بقى رشونه. خير يا باشا معليك، إحنا مش فاهمين سعادتك تقصد إيه بالظبط. موضوع الخفاش ده وسع مننا قوي، لازم نقف خلاص. ليه يا باشا؟ ليه؟ الخفاش وسع من وسع الناس هتفضل معتمدة على الخفاش ده، خلي بالك صح؟ هيفضلوا مستنيين الخفاش يعمل لهم كل حاجة. ناس محتاجين الخفاش أو أي بطل عشان إن هم يعني يبقى مثل أعلى ليهم يحبوه، يهز هبة الظلم ويهز الظالمين، بس في الآخر هيفضلوا معتمدين عليه طول عمرهم. لازم هم بقى كمان يكملوا الطريق، هو ده حتى الكلام اللي بيقوله فيلم. وايه المشكله يا باشا؟ يعني لما الناس يبقى ليهم بطل يحبوه ويتابعوا حاجاته. خلاص لا، هو دي حاجه منتهيه وده قرار نهائي، هنهدي اللعب خالص ونخلي الامور تاخذ مجراها الطبيعي. اتفضل معاليك. شكرا يا عثمان. اعذرني اتدخل يا باشا. اتدخل الغي. انت ليه عايز تلغي فكره الخفاش دي؟ الفكره دي من ايام الانجليز من الظهر، ده خلاص قربوا يعلنوا استقلال مصر. امبارح لقيت في جورنال انجليزي عاملين فيه تحقيق بيقول ان نص العساكر جالهم تبول لا ارادي من كتر الخوف من رجل الخفاش، والعساكر التانيين اللي راحوا بلدهم جالهم والعياذ بالله. ايه؟ والعياذ بالله. ايوه ايه؟ اللهم احفظنا. يعني اللي هو ايه؟ ما عادش فيه خالص. خلاص ما عادوش رجالة من كتر الخوف. طب ما تقولهاش في وشي عثمان. انا قلت لك ان انا اي حاجة هعملها دلوقتي هتأثر عليا في المستقبل، يعني هتأثروا عيني ولادي باي حاجة هعملها دلوقتي. سكر يا باشا سكر والله. ما هو يا فندم لازم ولابد اي حاجة بنعملها دلوقتي لابد يكون لها تأثير في المستقبل. اقول له ايه ده يا اخوانا؟ الموضوع معقد، كونفليكس يعني صعب. انا فاهم انتوا عايزين تقولوا ايه بس انتوا مش فاهمين انا عايز اقول ايه. انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص. لا تشركنا معاك يا باشا واحنا نفهم. والله ما هتفهموا اي حاجه. طيب ما تجرب يا فندم. قول انت بس يا باشا، واما فهمناش يبقى ليك الكلام. ايوه قبلوني. يا سلام يا جدع على الدول النظيفة، مش احنا؟ يقول لك شرطة ايطاليا تحقق امنية طفل معاق ان يصبح شرطي ليوم واحد. ايه العظمة دي؟ وايه العظمة في كده؟ طب ما احنا عندنا واحد مختل عقليا وخلينا رئيس جمهورية. ابوك اسود وحط صوتك دي فيها مؤبد يا واخد. خلوا سيبك من الكلام ده دلوقتي. سيبني ازاي بس؟ انا مش عارف ابلغ اختي منار دلوقتي بفقدان الذاكرة اللي حصل لماما دوت، وكمان بابا اللي راح في الزمكان دوت ومش عارفين نرجعه. انا خايف ابلغها بالكلام دوت يحصل لها اي حاجه. والله يا ابني حاجه تحزن صراحه، بس يعني اعتقد ان الوضع دلوقتي بقى احسن حبتين. يعني ابوك اهو بقى مرشح رئاسه، وانا موضوع التنميه البشريه ده برضو يعني فرق معايا، واديك انت اهو شغال معايا. ده انا حتى بفكر ابعتك تاخد دوره مديتيشن وافتح لك مركز للطاقه الايجابيه. ابسط يا عم. خلوا انت ايه اللي بتقوله دوت؟ ما تجمد يالا اسد يالا في ايه؟ الله. وبعدين ان جيت للحق يعني ابوك وامك دول كان لازم يحصل لهم حاجه اصلا من الجزء الاولاني، بس الله عدى على خير. هو ايه اللي عدى على خير؟
يا حاج عيلتنا بتضيع بتضيع. يعني عيلة هوارة يا خي، عيلة ايه دي اللي تتكلم عليها؟ بس خلي بالك برضو ان امك بقالها يومين يعني دماغها اتظبطت شويه عن الاول يعني، وابوك هو عمك واصل المجنون ده بيقول ان هو هيرجعه تاني بالقلل الخربانه بتاعته دي. يعني بصراحه يعني فكر في نفسك شويه، دوره الباقي عليك، انت لازم تعمل حاجه. مديني شغال معاك اهو خيالي وخلاص يا ابني. مش كفايه يا ابني، انا عايز اعمل منك حاجه. الله، عايزك تروح تاخد الدوره بتاعت المديتيشن دي وتفتح لك كده سنتر يوجا وميديتيشن. ده حتى الاسم اللي انا مختاره لك للسنتر يضمن نجاحه بنسبة 100%. وده هتسميه ايه بقى ان شاء الله؟ هسميه سنتر ابو شكرا. السلام عليك يا ادم مجدي، برنس في ذات نفسك. موضوع التنمية البشرية ده كان فيه من زمان، ده حاجة علاقة قوي. اول مرة الواحد يمسك فلوس عدلة في ايده كده بقى نقدر نقول انتهى زمن الفقر والجوع. ايه ده؟ ايه يا سام، انت مالك عامله في نفسك كده ليه؟ حسره ليه يا حسره ليه يا حسره ليه؟ الله الله الله، وايه اللي في وشك ده؟ ايه اللي في وشك ده؟ جات رجليه ما جات رجليه ما جات رجليه. قرارك ايه؟ انت شاربه حاجه ولا الحاله رجعت لك تاني؟ اهدى كده يا شاب، بدل ما خلي الموز دوت يزغرط في وشك ولا اعمل لك خدك ده 110. سام، انا مجدي اخوكي، لا ما يصحش انت بتقولي ده، انت بتتكلمي ازاي؟ طلع الفلوس يا ننوس عين امك، يلا خلص نفسك يا اخلص يا، بدل ما اندهلك فرج وعبد العال. لا فرج، لا فرج، لا لا خد الفلوس كلها ايه بس فرج، لا هات وخد البوكس ده قطيع، محدش بياكلها بالساهل. انا كل ما اصلح فيها تبوظ ضربة للبوس، ازاي الزرعه تكون كوسه وتطلع موس؟ ما ينفعش العب في الكوس مش في الميه ولا في البس، البس نطلع من نقره لضحيره والحلف نازل على طول، والناس بتصدق عمياني بنجيب بسياد في المسؤول، وازاي بكره هيكون احلى والحاضر ماشي بمحلول. مشفعنا اونطه، مشفعنا اونطه، اقسم بالله كل حاجه تحت السيطره. شوف لنا نقمة ناكلها. هوانا ومتأمرين حلقيها منين انا ولا منين؟ احترت يا ناس مصر يا جماعة، ورهنت البيت والتلاجة والبنكرياس، هو كده وحكومة البيت مش دريانة بتطلب وخلاص. لات 500 جنيه، نطلع من نقرة لضحيرة والحلف نازل على طول، والناس بتصدق عمياني من كتب سيادة المسؤول، وازاي بكرة هيكون أحلى والحاضر ماشي بمحلول. مشبعنا أونطة، مشبعنا أونطة. لا واضح إن في ناس لسه ما شبعتش، بس أنا شخصيا شبعت.